يلا طريق زحمة بسيطة. يلا بسم الله. أهلا بالشباب الطيبة. هلا عمي. ها شو في خطط على العيد؟ أخوي عامر جاي مع عيلته بعد غياب طويل. عظيم، العيلة كلها مجتمعة في العيد. العيد ما له طعم بلا عيلة. صحيح يا عمي. أكيد العيد ما يكمل إلا بالعائلة. عمي ما عنده حد. ما أعرف. يلا بسم الله بسم الله. عيدك مبارك ابني، ايش جابك؟ عيدك مبارك عمي، انا قلقان، سلمى تعبانه وما قدرت تجهز للعيد، احتاج مساعده للتجهيز. يا ريت تيجي معي يا عمي. لا تقلق ادفع لك. لا يا ابني كذا اهانه، بس طيب انا اجي معك. شكور عمي شكور. عازم سفر كم عدد الضيوف؟ من 10 إلى 15 شخص. عندك كل الاحتياجات؟ كل شيء موجود. طيب إيش يحبوا يأكلوا؟ عمي أي شيء تطبخه يعجبهم. لازم سفر ساعة. الله يخليك عمي، أسمع ما عندنا وقت. ساعة ويكون الأكل جاهز. ما يكمل العيد غير بجمعة العيلة. كلام سليم عمي؟ ما بركة محفل رمضان ہو سجی ہوئی سحری سے افطار تک اپنی ماہ برکت میں